نصبح على حضراتكم مرة تانية ومكملين معاكم آخر حلقة من حلقات 2023. دلوقتي هناخد جولة مفصلة عن أحوال الطقس. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بتمتد لمناطق من جنوب الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. آخر يوم في أيام السنة، ويمكن لاحظنا أن في شبورة كانت شوية كثيفة وإحنا جايين هنا النهاردة الصبح، فهل الشبورة لازالت مستمرة وإيه المناطق اللي فيها شبورة؟ طبعا الأول كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وحضرتك طيبة على الجميع إن شاء الله. احنا طبعا اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه. يمكن دايما الظاهره الجويه اللي بنشوفها في حالات استقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه. صحيح. شبوره مائيه كثيفه وصلت لحد الضباب في بعض الاماكن، يعني الرؤيه انخفضت في بعض الاماكن وصلت ل 1000 متر ويمكن كمان اقل من 1000 متر. الشبوره المائيه الكثيفه مع تفاعلها دايما بيكون في ساعات الليل المتاخر، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر الكثافه بشكل كبير بتوضح في الوقت ده وبتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس، يعني هي مكمله معانا كمان ساعه او اثنين على الطريق، وتدريجيا مع سطوع اشعه الشمس تبدا الشبوره المائيه في الاختفاء، تبدا الرؤيه الافقيه تتحسن، وهيكون معانا خلال فتره النهار زياده في فترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، فده هيخلي ان احنا نحس بالطقس الشتوي الدافي المعتدل تماما خلال فتره النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، طقس مائل للحراره على المناطق الجنوبيه، جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره، نرجع تاني فور غياب اشعه الشمس ودخلنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده محسوس اكتر في ساعات الليل المتاخر، يعني احنا بنحس بالبروده الشديده او البروده بشكل كبير في فتره الفجر وفتره الصباح الباكر، لان الصغرى فتره الليل بتنخفض على القاهره الكبرى وتكون ما بين 13 الى 14 درجه مئويه. وطبعا انا لو في مدن جديده او اماكن مفتوحه هحس بقيم درجات حراره كمان اقل واحس بالبروده اكتر، ويمكن كمان محافظات ليها ظهير صحراوي بشكل كبير زي شمال الصعيد ووسط سيناء درجات الحراره فيها بتنخفض لاقل من 10 درجات، فلازم ناخد بالنا من انخفاض قيم درجات الحراره خلال فتره الليل. فرص الامطار اليوم موجوده بشكل كبير ومؤثر على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، يمكن الساعات الماضيه ايضا كان في سقوط امطار على بعض الاماكن من محافظه الاسكندريه ومحافظه البحيره، ولان اليوم متوقع امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، يعني خفيفه اوقات او متوسطه في بعض الاوقات الاخرى على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، تمتد بصوره خفيفه او بفرص اضعف للمناطق الداخليه لجنوب الوجه البحري، فمتوقع ان ممكن بعض المناطق من جنوب الوجه البحري زي المنوفيه او الغربيه او الشرقيه تمتد لها فرص الامطار الخفيفه، لكن الامطار في الاماكن الداخليه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بصفه عامه الحمد لله في المحافظات الداخليه الاحوال الجويه فيها مستقره بشكل كبير، ده متوقع انه هيستمر معانا على مدار الاسبوع، يعني على مدار الاسبوع ان شاء الله الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير في الاماكن الداخليه. الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة اللي ممكن أحيانا توصل لحد الضباب، والأمطار موجودة بصورة أكبر على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، فعشان كده بننصح كل السادة المواطنين مهم جدا ناخد بالنا من نوعية الملابس، مش عاوزين ننخدع بالدفء والشمس فترة النهار ونغير نوعية الملابس لأن بالليل فيها برودة بشكل كبير، فلازم نرتدي الملابس الشتوية الثقيلة خاصة لو هنخرج فترة الليل أو فترات الصباح الباكر. قائدي المركبات والمسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر مع الشبورة المائية لازم القيادة بهدوء تام وحذر شديد، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات ونتبع كافة تعليمات المرور، وإن شاء الله دايما السلامة للجميع. نشكر حضرتك دكتورة منار غانم وعضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، طبعا كل سنة وحضرتك طيبة. احنا زي ما احنا شايفين شبورة كثيفة دلوقتي على الطرق، فياريت القيادة بحذر وربنا يسلم الجميع. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات.
في القاهرة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14 والعاصمة الإدارية 21-13، الإسكندرية 20-14 والعلمين الجديدة 20-13، مطروح 20-12 ودمياط 21-14، بورسعيد 21-15 والإسماعيلية 23-13، في السويس 22-14 وفي العريش 22-14 أيضا، في كاترين 16-5 وفي طابة 21-15، حلايب 26-19 وشلاتين 28-19، شرم الشيخ 24-18 والغردقة 25-16، الفيوم 22-12 وبني سويف 22-11، في الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 11 وفي أسيوط 22-11، سوهاج 23-12 وإنا 24-13، الأقصر 25-12 وأسوان 26-13. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي هنرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.